وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين. تقريب فين؟ زين يا زين، أنا السبب، أنا ما عرفتش أحميك. أنا اللي كلمته، كنت فاكر إنهم ما ينقذونا. قلت لك يا زينب إحنا بالنسبة لهم مرتدين. قلت لك عارف إيه أحلى حاجة حصلت؟ إن آخر حاجة يوسف هي خوفك علي. والله مبسوطة متقلقش. إن شاء الله الإسعافة توصل أكيد. هتبقي كويسة. عسى أن يجعل الله لنا مخرجا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هربت منهم ليه يا عمرو؟ عشان عاهدت الله ألا أصيب دم الحرام حتى لو على حساب دمي. ما سلمتش نفسك ليه لما هربت؟ لأني مش مجرم. كل اللي أعرفه عنهم بعته للشرطة بجواب من مجهول. افتكر إنه وصل لكم وساعدكم. عمرو بن العاص فاتح مصر الجديد. أنا بس مستغرب يا الفرنجة دخلوها إمتى؟ مرايس اسمه عبد الفتاح، واللي قبله محمد، واللي قبله محمد، واللي قبله كمان محمد. فايه؟ عشان كده ساعدتكم. مفيش حاجه ببلاش. تعرف انت متوصي عليك جامد. شقه في الاسكان الجديد، وراتب شهري ثابت، وكمان دكان استلزق منه. متستغربش ده كله عشان ساعدت بلدك، وعشان رفضت تشارك في الدم، وعشان تساعد بلدك تاني اللي محتاجتك، صح؟ أنا محتاج أشتغل وأدفع تمن الشقة اللي اديتها لي. الغلابة اللي ما قدروش يشتغلوا أولى منك ده، لكن تسامحوني لو اتأخرت شوية في الإيجار. تعرف أنا كنت فقدت الأمل إني أشوف منكم نموذج إيجابي. هاي ساعات كتير بسأل نفسي يا عمر، هل أنت والشباب اللي زيك ليكوا ذنب في اللي وصلوا للمجتمع؟ مفيش حد من الشباب ليه ذنب. هم أصحاب قلوب بيضاء، ضحايا لغياب الوعي. اكره المعصية يا عمرو وابغضها في الله زي ما انت عايز، لكن إياك أن تكره العاصي. جايز يبقى فيه خير. اجتهد بأنك تكسب ود الجميع، ولا تكن غريبا حتى وإن شعرت بأنك غريب. ولكننا بالفعل غرباء في مجتمعنا يا مولانا.
لأن عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة، نعض عليها وعلى صحيح الدين. نريد أن نعيش عيشة رسول الله وأصحابه والقرون الأولى. نحن نريد أن نعيش حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مش نعيش زمانه. إزاي؟ إحنا مش في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يا عمر، والرسول لم يكن غريبا في زمني، بالعكس كان مواكب عصره بشتى الطرق. لماذا نغرب أنفسنا عن مجتمعنا؟ الدين وسيلة حياة، موجود عشان ينظم أمور الدنيا مش يعقدها. ده اللي اتعلمناه من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وضل ربنا سبحانه وتعالى قاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. تلاقي الشاب من دول عاوز يقرب من ربنا فيقص شنبه ويطلق اللهية ويقصر الجلباب ويبتعد عن الناس وينغلق على نفسه، يتخيل انه وصل اعلى مراتب الايمان عشان حلق شنبه، وهي حاجة من اتنين: اما انه يومين وما يقدرش يحتمل حالة الاغتراب الشديدة اللي وضع نفسه فيها فينتكس، او يزداد فكره انغلاقا فيصبح ضحية لاحدى الجماعات التكفيرية. سبحان الله، وما تلاقيش منهم قارئ للتاريخ أو متدبر للنصوص الدينية حق التدبر. يجب أن نفكر في آخرتنا يا عمرو، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. انسى الدنيا وانسى الناس وفكر فقط في النجاة. أنا حاول أرضي ربنا واتقيه ونفذ شرعه، وماليش دعوة بحد. وأهلنا يا عمرو، مين ياخد بإيدهم؟ نسيبهم؟ هو ده اللي علمه لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام مات والإسلام لم يخرج من جزيرة العرب. تخيل لو كان الصحابة فكروا بهذا المنطق وقالوا احنا تمام، ولا يضرنا من ضل إذا اهتدينا، كان الإسلام وصل لنا. أنا مش بشكك في النوايا يا عمرو، ولكنهم دون أن يشعروا هدموا الشرع، هدموا جوهر الدين، التسامح والإخاء والوحدة. ومن لا يمشي على هذا المنهاج يا عمرو فهو ضال مضل، ندعو له بالهداية. الأمة في أمس الحاجة للاتحاد، نحن في موقف ضعف، وهؤلاء يفرقون المسلمين، يكفرون ويبدعون إخوانهم دون أن يشعروا، بيكرهوني لمجرد أني مختلف معهم في أمور لم يتفق عليها الصحابة نفسهم. ومن قبلي قالوا على الشعراوي أنه قبوري ولا يحسن الصلاة، وعلى مقصر اللحية نفاسق، وده كله لأنهم فهموا الحديث بشكل مختلف. إذا سمعنا قال الله وقال الرسول قلنا سمعنا وأطعنا، دون تدخل العقل البشري يا عمرو فهو قاصر. عارف المشكلة يا عمرو؟ إننا بنفكر ربنا سبحانه وتعالى عايز إيه، وبنفكر النبي عليه الصلاة والسلام عايز إيه، لكن هم بيرفضوا التفكير. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الشوارب وأطلقوا اللحى، فكر كان قصده ايه؟ هنحفوا الشوارب عشان الشوارب تبقى قصيرة وما تدخلش في بقنا واحنا بناكل، دي حاجة صحية. ولما قال أطلقوا اللحية كان يقصد بيها ان احنا نتزين بيها ونتميز بيها عن النساء، وده امر فيه حث. قدرت تعمله اعمله، ما قدرتش مش هتدخل النار على كام شعرايه في دقنك. وده مش كلامي والله، ده كلام الامام الشافعي نفسه. انما هما يسمعوا الحديث من هنا يعملوا ايه بقى؟ يشيلوا الشنب ويطولوا الدقن لحد ما توصل للركب بشكل وحش. تفتكر يا عمرو ان النبي عليه الصلاه والسلام لو كان بهذه الهيئه
كان في حد يتبعه وبعدين يتضايقوا من الملاحقات الأمنية. طب ما هو طبيعي إن هذا الفكر فيه خطورة على العقول، هيخليك عاجلاً أو آجلاً إما ترفع السلاح في وجه إخوانك أو تتعاطف مع اللي بيرفعوا السلاح في وجه إخوانك. والناس فسدت الأخلاق اللي في المجتمع يا شيخ، إزاي نتعامل معها؟ شبه أهلك بالظبط يا عمر، هم فهموا الدين غلط فطبقوه غلط، وهم أهلهم فهموا الدين غلط فبعدوا عنه. بصوا لصور جدودكوا يا عمر وانتوا هتعرفوا صحيح الدين. القدسية في ديننا يا عمر لله وحده، وده اللي بيفرقنا عن الديانات التانية. ما ينفعش تمشي زي الأعمى ورا شيخ يقولك تاكل وتشرب وتعيش ازاي وتلغي عقلك بحجة التسليم للنص. سلم بالنص، لكن فكر ربنا عايز ايه من النص ده. الدين وسيلة، ما تخليش الغير على الدين تعميك وتلاقي نفسك بتهدم بسببها مبادئ دينك بإيدك. دين أبو شكلك مالكش دعوة بالدين. انت بتكلم مين؟ بكلمك انت يا مهجم يا حقير. عند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم. ترى ايه؟ ايه يا خالد؟ هتمد ايدك عليا انا كمان ولا ايه؟ يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. من غير سكر برضو؟
على فكرة ده أنا كده أحلى. عرفت إن الأئمة الأربعة يعني أجازوا إن إحنا نهزم الأئمة. طب كويس. على فكرة مراتك كانت زي القمر. قصتكم مفيش حد في مصر ما يتكلمش عنها. ربنا يرحمها. عاشت غريبة وماتت غريبة. كنت بتحبها؟ وحشتني بعد ما مشيت. يمكن ده اللي هي كانت نفسها فيه وهي عايشة. كانت شفت وحشك وهي عايشة؟ ما قلتليش ليه انك كنت متجوز؟ مش احنا كنا زملاء؟ عشان عمري ما اعتبرت اني متجوز اصلا. كل حاجة حصلت في الموضوع ده كانت غصب عني. وحشتك بعد ما ماتت عشان مش غصب عنك برضه، صح؟ جميل الفستان على فكرة. كنت أعمى تايه مش شايف اللي حاصل مني، نفسي أبقى زي جد ابن العاص من صغر سني، قائد عظيم بس الجهل كان كابو سارق حلمي، خدت شكله اسمه بس طبعه كان غايب عني، حب ولا خوف رحمة ولا دم الطاري اللي رجع هيبة ضيعناها من سنين، شفت ناس الرحمة سابت قلوبها من زمان. الاقي نفسي والاقي الطريقه، قلبي وجعني من اسوه الحقيقه، كان نفسي نرجع تاني اسياد الكون، حاجه تنور لي ضلمه